أبوهمش. واضح دليجي. دليجي نقطة أخرى نحب نحكي فيها معاك، وانت حكيت فيها أكثر من مرة وما عملت بوليميك، اللي هو مهرجان مونستير الدولي. مدير المهرجان كان تدخل وقال أنه سياف بن حميدة تحية لي تم إلغاء العرض على خاطر فما أطراف أخرى تدخل. لا مش إلغاء، كيفاش مال؟ أنا نجبد روحي خاطر أنا قلتها في راديو آخر، فما كي تمشي ضيف راهو بعد نص الليل بعد الأخبار لازمك تروح، نجمش تعمل مشكلة في دار الناس. دونك انت باش يقعدوا في الاخر البساترية في بعضها. انا جي ميغوتيف. انت معناها خرجت. انا انسحب. خلينا كيما قال سياف بن حميدة تلك ورجية تلاق بالتراضي. فك علينا من المشاكل. كنت لوفا. هو كان خلينا نرجعوا نقطة بنقطة. هو نورمالمون غدوة 20 جويلية مدير المهرجان قال لك راهو فما أطراف تدخلت. أي قال لي وأنا سمعت وجاوني أنا قاعد على روحي راهو. جاوني على الواتساب وجاوني كذا تسجيلات اوديو من قعدات في قاوي وفي وتلة وكذا. هذاك لا، بعد ما هبطت لافيش بتاعي نحب نوضح للناس، هيئة مهرجان المستير يعني كل عام نسمع ديزيكولي انا مش عايتوا لي في المستير وما يصيرش، وانا نخدم بتبيعتي ويصير كما نقولوا احنا يقترحوا 30 عرض على كل مهرجان في تونس، يجيو 15 يجيو 20، مش وين يقترحوا لازم تمشي. اي واضح. لازم نقول لك مصطفى ها انا راجع المهرجان انا كنت فيه ولد عم ناول وراجع فيه السنه. اي دونك لكن وقت اللي تولي موفيس فوا فما نيه سيئه ونيه مبيته، بعد ما نحب نقول للتوانسه بعد ما هبطت في الافيش اللي انا موجود نهار 20 وهبطت الافيش كبيره في وسط المستير، افيش كبيره راهو تعمل جميل 1500 دينار. يعني في المؤتمر الصحفي تصير ضجة من زوج صحفيين أنا قلتها، وما نحبش نرمي في الأبسولو كي كلمتهمين والمظلومين في الفيسبوك عاملوا لي صلحوا لي قدوا لي. لا أنا فما أن سختان صالح جورناليست أن سختان جورناليست اسمه ألف، هذوما هما ابتزوني سابقا. ابتزوك من الأول ما في باليش به ابتزاز، في بالي به اقترحوا عليا خدماتهم. أنا قلت راهو عندي شكون لاهي لي بالخدمات هذه المرة الأولى. المرة الثانية عاودوا طلبوا منك باش تغني في عرس. طلبوا منك باش تغني في عرس. طلبوا مني باش نغني في عرس. طلبوا مني باش نعمل دوز ايفينمون خيرية في المهدية، ومن بعد اكتشفت الجمعية اللي باش تعمل الحفلات هذه راهي ماش موجودة في الرايد الرسمي وراهي تحايل. فهمتك. زوج صحفيين هذوما نافذين انهم يأثروا على هيئة مهرجان المنستير. اي خاطر وقت اللي انصر اخاك ظالما ومظلوما في تونس عندنا منطق النقابة العصابة اللي يبداوا جماعة يتكتلوا معهم اصحابهم يخليهمش يخليهش ونصر اخاك ظالم. ويني وزاره الثقافه هوني والنقابه؟ وزاره الثقافه لتو سيده وزيره ما انا اعلنت وقلت في الراديو عندي بعض المؤيدات وقاعده تخلط لي، فما اللي متردد كيراني انا اليزي انجاجيت روحي في الحكايه بدات تخلط لي، فما ناس كانت هاو سيدي هاو الاجتماعات تسجلوهم في الاوديو في القعدات باش تسمحهم للوزيره بالتليفون. والله اذا كانوا من حقي قانوني نجم نسمح. لا تقعد انت وياه تسمح. اي نجم. لا علاش باش نحشم حاجه تحشمهم هما ما تحشمنيش انا. وبعثوا لي دي فيديو بالسرقه، عرفتم اللي فيديو مسربين بالسرقه اللي هو قانونيا ما نعرفش خارج القانون معناها خارج تصور وتسجل. انا اللي نعرف وانا قلت انا عندي تليفون يسجل مليح ويصور مليح، ما نجمش انا كل الو باش نسجل الناس. عيب. عيب 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 من ناحيه الاخلاق، من ناحيه احنا نعيشوا في تراديسيون دور وباللي نتطوروا وكذا، ديما تقعد الاصل وكشيم نتاع العروبه والمجالس بالامان. انا خاطر قلت مره ولات بالخيانات المجالس وكابتوري كرو وانا ضد هذاك. دونك على ذاك علاش انا نقابتك نقابتي والله ما يسالش ماهر الهمامي. تحيه انا تحيه سي ماهر الهمامي النقيب. انا نقيب مكلف بالعلاقات العامه والعلاقات الخارجيه. الحقيقه انا انسان ما نسكتش، انا بدي نستنى في رده فعل من السيد النقيب. ما قلتلوش ما كلمتوش. لا علمته اي يعني تستنى انه هو ياخذ الخطوه. اي نحب نقول له من اش قال الاخر من هالمنبر هذايا، اين انت سيد النقيب؟ انا في الاخر راني نطلع نهبط راني موجود في المشهد
الثقافي التونسي على الاقل، ونتصور الى نقابتك اللي انا ننتمي لها وانا نقيب مكلف العلاقات العامه والعلاقات الخارجيه. ونتصور وعلاش علاش دليجي ديما تعمل بروتوكول؟ ما كلمتش النقيب ماير الامامي وقلت له هكا وهكا وهكا؟ ما تقلقني انا كان نطلب، ولا تقلقني انا نطلب للناس. انا كان ريتني فايح وعروقاتي وعروقاتي تشرت وعروقي مزارقه، راني ندافع على اكس وجريج ونتصور انه النقيب ما نجمش نعمل نقابه ندافع على روحي. نتصور ماهر الهمامي باش يتفاعل معاك، ونعرف اللي انت عندك معزه لي وهو كيف كيف زاد. انا ندغدغ فيه تويك نعرف بحب 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 أكيد. حتى في غنى عن النقابه نجم ندافع على نفسي وناخذ حقي. كيفاش باش تاخذ حقك؟ باش تتوجه للقضاء؟ لا، ساستوفي جميع الحلول بما فيها الأخلاقيات اللي هي تسريب المكالمات. هكاك باش ندخلوا للحاجات اللي انت ضدها. شوف زوز غرقوا، واحد غرق صاحبه عازبيه نقز روحه في الماء. الغارق دوب خلط له صاحبه اللي باش ينقذه، اول ما عمل هبط له راسه. دونك روحي روحي. في الحاله هذه يا روح ما بعدك روح. واضح دليجي بالرغم اللي انا ضد انه الانسان يمشي يعمل كيما الغير، انت نعرفك ارقى من هكا. معاك، اما قلت لك ساستوفي جميع الحلول القانونيه والاخلاقي، وندخل حتى الى الاخلاقيات وتسريب هذه المكالمات وهذه الفيديوهات اللي انا راني في الاخر بالكل نحب نعمل تحيه لسي رأفت يافت بن حميده. قداش هو متربي نتاع السبور هذاك. هذاك بستيلي بير سخيري احنا نقولوا. من اولاد بورقيبه، من رجال تونس اللي فيها برشا رجال تونس. اما اللوم علي انا كمدير مهرجان راه قداش يشرف المساتريه. اللوم علي كمدير مهرجان زاده بكل حب، يعني هو زاده لازم عنده تكون كلمه نجمش مسكين ويدافع على الفنان اللي هو امن بيه وباش يكون موجود في برمجه مهرجان. مش المستوى يهبط الغادي هو. عملوا حمله في التريكن راهو وفيسبوك وبارتاج وسبونسور. اي وا وا والمزود لا، وكيفاش المزود في المستير في مسرح المستير هزوه المزود ساعة. ريت المنطقة ذاك دخلوا به ومن بعد دخلوا بالتشويه. شنو ولا مسرح البلدي؟ ليه ما نعرفش ممكن يوصل مسرح البلدي قال لك الحس ينجم يطير. أما سي يافت بن حميدة إنسان متربي الهيئة محلاهم محلاهم محلاهم، يعني عملوا اجتماعات واختاروا شكون باش يأثر في المهرجان وأونفان كلموني قالوا لي راك معنا لوفان ونحبوا على السهرية وكذا، ونحب نقول للمساترية ونقول من خلال ديوان وقلت لك أنت لأن عندي 19 حفل خاص، 19 مهرجان صغير في ولاية المستير، قصر هلال، مكنين، المسعدين، الوردانين، زرمدين، المكنين، قصر هلال. عوضك على مهرجان منستير 19 حفل، يعني محليهم الاختيار بتاع الهيئة أصابوا في الاختيار اللي السيدة ذي على الأقل مرغوب فيه جماهيريا، عملوا سينكرونيزاسيون مع موجة الناس وقالوا السيد هذا يحبوه المستترية. أنا الحمد لله نخدم قبلي جرجيس تونس تطاوين، وأنت تعرف والمهرجانات أكبر دليل. يعني أنا مش فنان تونس والحماماتك المحليين اللي تفوت ما عادش يعرفوك، تفوت بياج سوسة، لا 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 مطلوب بارتو. رضيت الوالدين هكا باش تغشش جماعة حمامات، راه حتى جماعة حمامات وسوسة وتونس فما فنانين كلنا توانسة. فما فنانين محليين معناتها ما يخدم لك كان في الزون دو زون هذوما معروفين، الدو زون هذوما يخدموا فيهم الناس الكل، وفما فنانين ما تخدم كان في الزون هذا ما نجموش يخدموا في قبلي. خليني نقول فما فنانين ما تنجمش تخدم في قابس، ما تنجمش تخدم في قبلي. انا هذيا أكبر خصلة قبل الكلام وقبل السكسي وقبل اللحن وقبل درشنوة وقبل اللي هو محبة ربي والنبي وين نشوف فيها دليجي حتى في العروسات قلبك. ربي فرح قلبك وأغانيك محفوظة والناس تحبك وتعمل جو معاك وكل ما تمشي العرس المهرجان الصغير ونشوف يا خويا التفاعل معاك.